في بعض الناس بقى لها يومين بيقولوا انت ما بتكتبش ليه عن الاحداث والارقام اللي بتحصل في اسرائيل واللي بيسقط منهم في غزه. والله ما انا مزعلكم، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. امبارح اربع كمائن او اربع عمليات نوعيه حدثوا للجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر في غزه، اللي هو انتصر وسيطر بحسب الاعلام السعودي المصري الاماراتي والمحللين العسكريين اللي بيطلعوا على القنوات المستنطعين دول، يقول لك اسرائيل سيطرت. فعلشان هي بتسيطر على نفسها، انت عارف الانسان لما بيسيطر على نفسه ما بيقدرش، بيبقى عنده حاجه اسمها سيطره لا اراديه. فامبارح حصل في اسرائيل اربع كمائن في اربع اماكن باربع عمليات نوعيه، خلوا الطائرات الهليكوبتر الاسرائيليه الحديثه لم تتوقف في نقل الجنود الاسرائيليين الابطال هم والضباط، فكانت دي طائره من ضمن الطائرة. دي كانت طائرة كده كان بتنقل الجنود الأبطال البواسل. طب الجنود اللي راحوا فين؟ ركبوا المرجيحة، مرجيحة على طول. المهم الكمين الأول كان في شارع السكة بمنطقة المغراقة، وده كان كمين كده يا جماعة يعني مركب شوي. إزاي؟ أقول لحضراتكم، والله الرجالة اللي في غزة بمنتهى البساطة كده عملوا كمين، وهم بيعملوه اكتشفوا في المنطقة ديت إن في مجموعة من الأسلحة أو من الصواريخ اللي ألقيت من الطائرات الإسرائيلية العظيمة لم تنفجر. على سبيل المثال صواريخ اف 16، مش طائرات اف 16، لا صواريخ اف 16. فالرجاله اللي في غزه قالوا والله منها فيهم، والله ما احنا نقلها، مش حق سيب بقى مكانها، احنا فقط لا غير نعمل لها التوصيلات بس كده مش اكتر ولا اقل يعني. فالصواريخ الاسرائيليه اللي سقطت ولم تنفجر اتعمل لها توصيلات تمام، ودخل الجنود وهلا هوب. فكان ده المشهد الاول للكمين الاول في منطقه المغرقه. وعلى فكره دلوقتي بقت ترند على تويتر عن الكمين دوت، وقد ايه سقط عدد كبير جدا 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 من الجنود الاسرائيليين، وعدد اكبر منهم راحوا مستشفى ساروكا وغيرها من مستشفيات عسقلان ومستشفيات القدس، علشان الارقام كانت كبيره جدا امبارح. ده الكمين رقم واحد. الكمين الثاني، وده كان حكايته حكايه بقى، انت طبعا عارف برضو بناء على الاعلام الاسرائيلي والاعلام السعودي والاماراتي والمصري المتعاون مع اسرائيل ان اسرائيل سيطرت على قطاع غزه، صح؟ صح. طيب في جنوب مدينة غزة، وقلنا كذا مرة يا جماعة لحضراتكم في فرق ما بين مدينة غزة وقطاع غزة. مدينة غزة اللي هي في الوسط دي، في جنوب مدينة غزة بقى من وسط قطاع غزة يعني، هناك محور ناتساريم، مقر القيادة العامة لهيئة العمليات للجيش الإسرائيلي، واللي بتدير اللي بيحصل في قطاع غزة كله. امبارح وهم قاعدين، طبعا هم كان عندهم عيد من يومين، فقالوا احنا هنعيد مع بعض في الخيمه بتاعت مقر القياده، وهم قاعدين قالوا والله ما هتعيدوا لوحدكم، فجالهم العيد بقذائف الهول من كل حدب وصوب، وسقط عدد كبير جدا من الجنود والضباط، منهم اللي راح على كريات شاول مقابرهم الجميله العظيمه هناك، وقال لك في ناس كتير جدا هناك في انتظارهم ما بقوش يروحوا، يعني الحخاخام اللي مسؤول عن مقابر كريات شاول قال لك انا بقى عملوا له كشك جنب، قال لك كل شويه رايح جاي رايح، انا هفضل قاعد هنا تمام. فكان ده الكمين التاني. في ناتساريم برضه مجموعة من الجنود والضباط سقطوا أيضا نتيجة لاشتباكات مباشرة وكمين محكم كان معمول بعد القذائف في الكمين الثاني اللي احنا لسه متكلمين عنه، أو في اللقطة الثانية اللي احنا متكلمين عنها في رقم 2، يعني بعد ما حصل اللي حصل فيهم من القذائف الهون والكلام ده كله والأعياد اللي أمطرت عليهم، اتعمل فيهم اشتباكات بشكل مباشر وسقط عدد كبير منهم برضو. علشان كده لو حضرتك تلاحظ امبارح كان القصف شديد جدا 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 على مدينة غزة. اما الكمين الرابع، او ده ما نعتبروش كمين، ده ما نعتبروش كمين، احنا نعتبره انجاز عسكري. ازاي؟ حضرتك لو طلعت الخريطة كده هتلاقي ان اول نقطة في التوغل البري اللي حدث من ناحية الشمال، الشمال الوسط والشمال الشرقي لقطاع غزة، بيت حنون وبيت لهيا، صح كده؟ جميل جدا. طيب ده أول نقطة للتوغل البري من ناحية الشمال بالجيش الإسرائيلي الذي لا إيه؟ لا يقهر، اللي مركع ومسجد مين؟ حكام العرب، برافو عليك، وتحديدا مين؟ مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، برافو عليك، إحنا حفظنا ولازم نبقى شطار، تمام؟ فالجيش الإسرائيلي دخل من التوغل البري يوم 27 أكتوبر، يعني من حوالي 6 شهور وشوية، من ناحية بيت لهيا وبيت حنون. لكن تفاجئوا إمبارح في اليوم الـ 206 للحرب الإسرائيلية اللي انتصرت على غزة، اتفاجئوا في اليوم الـ 206 ما لم يحمد عقباه، وهو مجموعة من الرشاقات الصاروخية طلعت إلى المستوطنات. فكان المستوطنين امبارح هم بيتظاهروا استدلوا بالرشاقات الصاروخية دي على إن الجيش بتاعنا نزل في وحل غزة وما خرجش، وإن لا في سيطرة ولا غيره، وإن الرشاقات الصاروخية دي خرجت من النقطة صفر
بالتوغل البري اللي حصل يوم 27 اكتوبر وعايزين تدخلوا رفح، يا هلا هوبا انت وهو. كانت المظاهرات في اسرائيل امبارح بتتكلم عن جزئين، عن اللي اتاخدهم 7 اكتوبر وان اسرائيل فشلت ومش قادره تعيدهم، وعن الرشاقات الصاروخيه اللي بتخرج حتى هذه اللحظه من النقطه صفر من ناحيه الشمال. ما بكلمكش عن رفح في الاخر، لا بكلمك من النقطه صفر من ناحيه الشمال للتوغل البري. مش بس كده، الاربع كمائن اللي حصلوا دول ترتب عليهم ان رئيس الاستخبارات الحالي في جهاز الشباك الاسرائيلي خرج علشان الراجل يقول لك وبمنتهى الوضوح غزة ورجال غزة والصنوار هم من يديروا كل الملفات اللي بتحصل في غزة، واحنا في انتظار تعليمات منهم. لצערי אנחנו משחקים לידיים שלו. מי שמחזק היום את האחיזה של חמאס בשטח, מה שהיא לא עושה היא מקבעת מציאות שמי ששולט כרגע בשטח ובכל המקומות שמהם, והמשך הפעולות הצבאיות המרשימות של צה"ל, אבל כל ההישגים המרשימים של צה"ל נשחקים ונעלמים, ולצד זה יש לנו כישלון מדיני מהדהד. עارفين ده مين يا جماعه؟ ده يوفال بيتون رئيس الاستخبارات في الشباك. قال لك ان احنا لعبه في ايدهم، في ايد الصنوار، وان هم اللي مسيطرين، وان احنا لازم نشوف الشروط اللي عندهم ونلتزم بيها. الصنوار مش هيتراجع قدر الملا. ده رقم واحد. رقم اتنين، عشان تعرف بس قد ايه العشق والهيام، يا رب اكون بقولها صح، الهيام ما بين نتنياهو واسرائيل وما بين عبد الفتاح السيسي الابن البار بيهم. نفس رئيس الاستخبارات في الشباك خرج وقال لك الحمد لله رب العالمين. الراجل كان عايز يسجد لله، كان يسجد لله شكرا. الرئيس الاستخبار، رئيس الاستخبارات في الشباك، قال لك الحمد لله رب العالمين هناك ضوء اخضر. قال له ايه، انتصرنا على حماس وغزه وكده؟ قال له لا، قال له مصر دخلت المفاوضات، وانت عارف مصر والسيسي بيكرهوا غزه اكتر مننا بهذا الشكل. مش اولاي اذا شي نقطه اور مسويمه بعوده شابام جاما مصرين لוקخين خلق بتيفوخ ولو راك القطارين زو نقطه اور يحيده شمي شي نخس التمنه אלה המצרים ולא הקטר. כי זה אומר מה? וגם זה כתוצאה מלחץ. וזה כתוצאה מלחץ. כי המצרים הם מטווחים הרבה יותר עוגנים. הם מטווחים שיש להם נקודות ואפשרויות להפעיל לחץ על החמאס לא פחות מאשר קטר. ולכן אני חושב שהם מטווחים עוגנים. הם גם הרבה יותר אכזרים כלפי חמאס מאשר הקטרים. במידה והם מחליטים להכריז מלחמה על ראשי חמאס. מבחינת המצרים, החמאס הם אויב. علشان كده بنعيد ونزيد لحضراتكم جماعة الجملة اللي قلناها 50 مرة من يوم 7 أكتوبر. الأنظمة العربية مهما كانت التكلفة اللي هتكون من أهل غزة، الأنظمة العربية لن يتراجعوا عن الخيانة. عارف لو الرقم لا قدر الله ال 35 اللي ارتكروا ربهم وصل ل 350 ألف، لا قدر الله، صدقوني الأنظمة العربية مش هتفوق من خيانتها. الأنظمة العربية حياتهم وكيانهم وشرفهم مربوط بأن إسرائيل هي اللي تنتصر. هتقول لي بقى يا عبد الرحمن ممكن يا ترى، هقول لك هؤلاء باعوا دينهم. في حد لما يبيع دينه وتنتظر منه رجاء؟ هو ده اللي حصل. بيقول لك مصر بتكره غزه اكتر مننا. طب انت عايز ايه تاني؟ ايه اللي ممكن تقوله تاني حضرتك؟ هو نفس التوقيت اللي خرج رئيس الاستخبارات في الشباك بيقول كده، هو التوقيت اللي خرج مدبولي موريك في الفيديو السابق مدبولي وهو بيقول لك بمنتهى الوضوح ايوه احنا ضد اللي حصل يوم 7 اكتوبر. مش مدبول قال كده وهو في السعوديه اللي بياكله السيسي؟ Let me start of course by saying what has started in 7th of October. It's a nightmare for I think for the all the human being. ما هي كلها حاشيه واحده، سعوديه امارات الاردن مصر، مش هتفرق كتير جدا، كلهم في نفس الوقت وفي نفس التوقيت بقائهم على الكراسي مربوط بان اسرائيل ترضى عنه. وكلهم قدموا الفروض الولاء والطاعه، سواء الامارات او السعوديه والاردن والممر البري او حتى قمع التظاهرات، وسواء مصر والحصار واللي سيسي عامله على اهل غزه. عشان كده بقول لحضراتكم النصر سياتي من عند الله كي لا يكون لاحد فضل على اهل غزه. سلام عليكم.